شكرا مل محمد، يعطيك الصحه والعافيه. ان شاء الله راح نرجع لك كذلك خلال حلقتنا المميزه من معرض الشارقه دولي للكتاب، وهذا الحفل والعرس الثقافي الجميل في اماره الشارقه. مشاهدينا، مسرح معرض الشارقه الدولي للكتاب على مدى 11 يوما يستضيف العديد من الفعاليات والانشطه الجميله والعروض التي تعمل على اضفاء الاجواء من المرح والتشويق. زميلنا محمد الياسي حضر احد هذه العروض وعاد لنا بهذا التقرير. يضم معرض الشارقة الدولي للكتاب ورشاً وفعاليات للأطفال تمزج ما بين التعليم والترفيه باستخدام وسائل ومهارات مختلفة تهدف إلى زيادة مدارك الأطفال وتعزيز أهمية التعليم والقراءة ومكانتهما في نفوسهم. إلى جانب ذلك، تحرص دور النشر المتخصصة في أدب الطفل ووسائل التعلم المبتكرة لتطوير وعرض ما هو جديد ومفيد للأطفال. مجموعة من الممثلين والأطفال يقدمون عروضاً مسرحية ضمن المعرض، والذين يسعون من خلالها إلى ترسيخ المفاهيم الجديدة والحديثة في الفن والتمثيل ومزجها مع المعرفة. توليفة من الرقصات والمشاهد التمثيلية، عرض عليها مسرح معرض الشارقة الدولي للكتاب مسرحيات عدة، والتي استقطبت طلاب المدارس من الأطفال واليافعين لتعزز أهمية التواصل الثقافي بين الشعوب. يسعى معرض الشارقة الدولي للكتاب إلى إثراء فضاء المعرفة ببرامج وفعاليات فكرية وأدبية وثقافية للأطفال والكبار والأسرة ككل، والتي تهدف إلى زيادة فرص التعلم والاستمتاع وتأصيل حب القراءة وبناء مجتمع قارئ مثقف.